والله عندي مشكل دابا مع مصطفى الحداوي، قال لهم كتب عليا، جاتني اتصل بواحد الصديق، انا والله العظيم ما عمرها كانت عندي شي صفحه وهو الهاتف ديالي، اقسم بالله مجموعه من الشيكات ديما. كاين واحد الشخص اللي كيروج هذا الشيء، عندي معاه مشكل وكان خارج شي 3 شهور، واللي كيدعي ان عندي شي صفحه، انا والله ما عندي شي صفحه كبيره على تكون زمان انني عندي صفحه ولا جوج ولا ثلاثه. انا كمسير جميع الصفحات ديال الرجاء كنعرفهم، كندخل لهم، كنشوفهم كاي رجل، ولكن اقسم بالله العلي العظيم اخر واحد يدي شعار في الناس ولا يعرف الناس. ولا كانت عندي صفحه على الهاتف ديالي يدير اي واحد محتاج دابا نعطيه يديه الخبره، خليه عنده نشاط او الهاتف ديالي، اما نكتب على شي واحد ما عرفتش. انا كيوصلني بحال هذا الشيء، ومن طرف المنخرطين اللي كيتيقوا هذا الشيء، وكيروجوا لي بعض المنخرطين نفس نفس الاسماء، هما اللي عندي معاهم مشكل. هاد الاسماء ما كتوفرش فيهم كفاءه انهم يسيروا، فكيكتفيوا انهم يهضروا في اعراض الناس. انا كنقول لهم الا كان عندهم دليل واحد ان عندي باج ولا ادمين في شي باج ولا سمساره ولا اي حاجه الالكترونيك، راهم مجرمين والله يفضحهم. شي اللي كنقول هو اللي خلى ربما هذه الاشاعات بالنسبه لك ولفرديت، هو ان واحد من ربما من هاد الناس ديال الصفحات، لان انا ما نكتبش ما نتبعش بزاف هادو، كان كيشتغل في الرجاء او كانت عنده مهمه في فريق رجاء ريدي، وبالتالي القرب ديال مع بودريقه، علاقه بودريقه عبد انا الله شخصيا ما التالي هي عنديش، نفس انا ما شخصيا ما عنديش علم بعد ان شي واحد اللي كان كيشتغل عند الصفحه، ما كنظنش. هذه اشاعات اللي حاس بانه مضروب من شي حاجه، راه حنا بلد ديال القانون والقضاء، ما كنظنش. هذه اتهامات كيعطيوها لبعض اعضاء المكتب المديري، هذا راه عنده صفحه، هذا عنده صفحه، هذا عنده صفحه. دابا انا هاد الاتهامات اللي كتعطوني في هاد الصفحات ابراهيمي، وهاد الاوديو اللي خارج، نقول خارج من عند منخرط ولا من عند رئيس سابق ولا القضاء، مشيت للقضاء ثانيا، يعني غنتسنى القضاء وغنتبع هاد الملف حتى الاخر.